تحية مجددة لكل عشاق الحرية والعدالة والمساواة والتواقين إلى تحقيق المواطنة الكاملة بوطننا المسلوب المنهوب المستعمر المغرب. تحية لكل متتبعات ومتتبعي قناة مراكن ليبريشن. كما العادة معكم أخوكم ورفقكم كمال من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الفيديو ديال اليوم هو غير بحال شكل ديال واحد السيبور لهذا لفهم الواقع ديال اللي تعيشه المواطن المغربي من غلاء ومن تردي في حالة العيش. الناس ما هاد على هامش هاد الحركة الحملة ديال المقاطعون واللي لحد الساعة لا زالت منحصرة في هذوك ثلاثة ديال المنتوجات. بغيت نبين للناس أنه الطاقة الشرائية للمغاربة ولا القدرة الشرائية للمغاربة بالمقارنة مع المدخول المغربي، بغض النظر على أنه في المغرب العطالة عن العمل العطالة الممنهجة، لأن هذه ما يمكنش نسميوها البطالة، هي زعما راه كاينة الخدمة والناس ما باغاش تخدم، لا العطالة يعني أنها عجز الدولة والنظام المغربي على خلق مناصب الشغل للناس وعلى خلق فرص للشغل للناس وعلى خلق مجال صحي وسليم للاستثمار. ونحن تنشوفهم اللي تلميذ يمشي يقرا السيمانه كلها ونهار السبت والحد يمشي يخدم في محل ديال الحوايج باش يساعد نفسه باش يساعد دارهم، والشي اللي تيوقع عليه هو انه تيجي قايد همجي متخلف طاغي تيجي تيلوحو في الفارغونيط ويدقدقوه المرود ديالو الناس اللي تيديروا هذا العمل المعفن ديال المخزن هذا حتى لدرجة انهم يسبوا ليه إعاقة. هذا دليل على انه ماشي فقط النظام المغربي عاجز عن خلق مناصب شغل للمواطنين المغاربة، ولكن ايضا هو يرفض أن يترك المغاربة أنهم يلقوا حلول، حتى حلول مؤقتة لواقعهم المزري ولوضعياتهم الاقتصادية المزرية. إذا في عوض ما تشجع أنت تلميذ اللي تيمشي يخدم سبت وحد باش يعاون دارهم وباش يعاون راسه على الأقل في الكتب وفي الحوايج على الأقل مصروفه اليومي، لا أنت تجي وتتشدو وتتعاقبه عقاب اللي وصلوا حتى لأنه تسببتي ليه في إعاقة. نتمنى كما قلت في الفيديو السابق أنها تكون غير مؤقتة غير مرحلية. يعني اي نظام هذا الذي اللي تيدير هذا الشيء في حق الشعب ديالو، اي نظام هذا؟ شكون اللي باقي عنده الوجه يدافع على نظام تيدير في حق الشباب ديالو هذا؟ تتشد المعارضين ديالك وتتغتصبهم وتخشي فيهم صباعك وتخشي فيهم العصيات، تتشد الشباب اللي مساكن تيقراو وتيخدموا وتيديروا جوج الحوايج اللي المفروض لا كان خصهم المفروض الدوله هذه والنظام هذا يوفر لهم الشروط الكافيه باش يركزوا غير مع التعليم ديالهم، لا ما قادرينش يركزوا مع التعليم ديالهم وتضطروا ياخذوا خدمات في 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 العطل وفي النهايه ديال الاسبوع، تتزيد انت وتتمشي وتتشدهم وتتسبب لهم تضربهم وتتكرفص عليهم وتتشبهم في اعاقه، والمخزنيه هادو والمرود ديالك هادو تيحاولوا يحيدوا لهم السروال، باغيين يحيدوا للدري السروال في فارغونيط باش يديروا ليه زعما كما دارت للزفزافي، كما دار البطل الزفزافي والمعتقلين دريف من اعتداءات. زعما هذا الشيء راه حنا نعموه عليكم، عجبكم الحال ولا ما عجبكمش، اللي شديناه من ولاد الشعب غادي نخشيو فيه يدينا ونخشيو فيه عصا، ولا عندنا شي واحد شاد جنسيا راه يقدر كاع يغتصبو جنسيا. يعني هذه اللي تنقولوا عليها الحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام، هي هذه اللي الحاجه اللي ما تشبهش الملك، لان الملك هو عندنا عنده هذا الفكر هذا وتربى في احضان هذا الفكر هذا وهو يمارس هذا الفكر هذا. اذا لاش غيختلف عليه هاد القايد ديالو، ولاش غيختلفوا عليه دوك المرود ديالو، ولاش غيختلف عليه داك الوالي ديالو، ولاش غيختلف عليه داك الصديق الحميم ديالو ولا الذي هو واحد بحال اخ نشوش ولا واحد بحال الحموشي ولا واحد بحال هذا، لاش غيختلفوا عليه؟ لانهم هما نفس الفصيله من الفكر والايديولوجيه الشاده الساديه التوتاليتاريه المتخلفه. اذا اليوم انا بغيت نعطي الفكره للناس مثلا غير على الظروف ديال القدره الشرائيه كما قلت، وغنقارن مثلا السلع الموجوده بالولايات المتحده الامريكيه مثلا هنا بولايه نيويورك والاثمنه ديالها بالمقارنه مع المدخول ديال الناس. اولا الولايات المتحده الامريكيه
المصادقة ديال السميك الأخرانية كانت هي 11.75 دولار للساعة. ماذا يعني هذا؟ هو أنه هذاك الإنسان اللي تيدخل يدير خدمة أول مرة في حياته وما تيكون تيتقن حتى حاجة، لا يتقن هذاك العمل ولا يتقن، ولا عنده تكوين ولا عنده أي حاجة، ولا عنده شهادات ولا عنده والو. يعني هذا واحد الانسان غالبا ما تيكونوا دوك الشباب الصغار اللي عندهم مسموح لهم يخدموا مثلا 17 18 عام الى اخره، يدخلوا لهاد الشركات ديال هاد الاكل السريع اللي معروف بلا ما نسميهم الى اخره، معروفين هاد لي شين ديال الفاست فود، الاكل السريع هذا، ولا تيدخلوا يخدموا مثلا في الوير هاوسز مثلا الديبوات، وهذه ما تتكونش عندهم حتى مهنه، تيدخلوا يديروا عاد تيدخلوا يتعلموا ذاك المهنه اللي غيديروا، تيبداو ب 11.75 دولار للساعه، اكثر من 100 درهم للساعه. اذا هنا باش تاخذوا واحد الفكره، يعني الانسان اللي عنده مهم الراس مشى خدم في شي بلاصه مثلا عام ولا عامين، ملي تيجي يدخل لخدمه اخرى من جديده ما تيدخلش ب 11.75، طبعا واحد العام تيدخل باكثر 15 ولا 16 ولا 17 الى اخره حسب ما يوفروا ليه. يعني اقل ما يمكن تدخلوا من الخدمه في وطن فيه الـ فيه الـ العطاله لا تتجاوز جزء في المية، جزء في المية من الناس اللي هما ما بين السن ديال 17 عام والسن ديال 25 عام، اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. ان ذوك الولايات اللي مقصحين والداخل وهذا، اولادهم يا اما تيمشيو للعسكر الامريكيه، اما تيخرجوا من ذوك الولايات ويجيو لولايات اخرى اللي فيهم شويه الرواج. انا اتحدث على ولايه نيويورك مثلا. هذا الانسان هذا بهذا المدخول هذا انه كفرد عيقد عنده قدره شرائيه تتجاوز القدره الشرائيه ديال العائله المغربيه فيها الراجل والمراه بجوج موظفين وتخدموا بجوج. علاش؟ انا نعطيكم لماذا. لانه في هذا التقرير هذا اللي عندي راه نوريكم الثمن ديال السلع اللي ممكن يشريها هذا الشاب من امريكا، ويقدر يخدم غير يومين بالمدخول ديال يومين ولا ثلاث ايام يقدر يشري لراسو السلع اللي غيتخصو لمده تقريبا الشهر. بينما المغاربه الاسر المغربيه اللي فيها الاب والام مثلا خدامين، تيخصهم الا بغاو يشريو نفس هذا الشيء هذا تيخصهم يخسروا على الاقل 75% من الخلصه ديال على الاقل واحد فيهم. هذو الا كانوا موظفين لا باس بهم، اما الا كانوا مياومين والناس هذا يقدروا ما يقدروش يشريو، ما عندهمش القدره الشرائيه اللي عند هذا الشاب ديال 18 عام اللي تيخدم اللي تيخدم معدل ديال 30 حتى 40 ساعه في السيمانه في الولايات المتحده الامريكيه. علاش؟ لان السلعه في الولايات المتحده الامريكيه تثمن حسب القدرة الشرائية القليلة، يعني تيشوفوا واش داك اللي عنده السميك يقدر حتى هو يشري هاد السلع ولا لا. الوغ حنا في المغرب السلع تثمن على حسب انه هذاك مول داك الشركات، موالين دوك الشركات واش غيدخلوا اكبر عدد ديال المدخول وماشي العكس. وبذلك تتبقى عندنا اكثر من 75% من المواطنين المغاربه لا يستطيعون اقتناء السلع اللي تكفيهم هما ووليداتهم والاسر ديالهم. اذا تشاهدوا معايا في التقرير هذا ديال الاثمنه اللي حاولت نمشي للمحل من المحلات هذا بدون ان الرغبه في الاشهار ولا هذا، باش ناخذوا فكره على الاثمنه ديال المنتوجات كاللحوم والزيت الى اخره. شاهدوا معنا هذا التقرير هذا. كوتلت 2.23 وتقريبا 45 دولار. هو الكوتلات ديال الشواية 4 قول تقريبا كيلو ونص ب 25 دولار فاصلة 93 في بلاد السميك فيها هو 11 دولار فاصلة 75 وغيطلع غيطلع قريبا 13 دولار. ها انت شوف قول تقريبا كيلو ونص ب 18 دولار فاصلة 67 وغادي نحولوا هاد الأثمنة بال هذا. انت شوف شوف ستو ديال المرقة هاد المرقة تكون 3 باوند وتكون تقريبا 2 كيلو هذا أقل من 15 دولار. الكفتة فريش قول تقريبا 3 كيلو 17 دولار فاصلة 70 هاي الرول ديال الكفته تقريبا 5 كيلو 30 دولار اقل من 6000 ريال. الجيبو ديال الخروف هو تقريبا كيلو ونص 16 دولار. خيار سمي عليه قلت بسم الله الرحمن الرحيم هو ولا فوق حلال. فرماج الكامونبير 6.99 7 دولارات كامونبير فرنساوي لا بغي فرماج دو شيفر فرماج موزاريلا
10 دولار اقل من 100 درهم ديال فراش فروماج ديال المعزة فروماج اورغانيكا وبالعشوب بالثومة والعشوبة هو اقل من 1400 ريال حتى كيلو ديال الصدور ديال الدجاجة 12 دولار ونص جوج دجاجات هما بيردي اورغانيكا هما جوج دجاجات 10 دولار فاصل 24 اقل من 100 درهم ولا كاع تقريبا 100 درهم بلاطوات البيضاء جوج بلاطوات البيضاء 8 دولار 99 قول 9 دولار 36 بيضاء الله شاء الله 9 دولار 99 4 لتر ديال الحليب والحليب ديال بصح بجوج دولار ونص هذا 4 لتر قالو 3.78 لترات وهذا الحليب ديال بصح ماشي المرشوش هذا بحال خارج من البقراني اللي كتمول اللي عندك في الطبلة 40 قرعة ديال الماء ديال السيترو 40 قرعة ديال الماء ديال السيترو 4 دولار و 29 هذا ديال بولند سبرينغ احسن ما كان كاين هنا هو 24 قرعة تقريبا 6 دولار شوف 30 كانيطة ديال كوكا 11.69 11 دولار فاصلة 69 دابا غير باش نفهموا مثلا باش نحطوا هذا الشيء هذا في كما تيقولوا الفرنكوفونيين دون سون كونتكست حطوه في الـ في في في, في, في نحطوا الموضوع في السياق ديال هذا الشيء اللي تنهضروا عليه حنا يعني هنا تنتكلم على انه مراهق 17 18 عام الى دخل مثلا يخدم في محل اكلات سريعه الاكلات السريعه هذا ديال الفاست فود الخلاص ديال ساعة هاد المكانة ديالو يعني حنا ما نهضروش على الطاكس حنا تنقول هذاك الخلاص ديال ساعة هاد المكانة ديالو اللي دابا محدد السميك في 11.75 يقدر يشري به على الأقل لا يقدر بوحدو كافيه يشري جوج كيلو ديال الكفتة هاكا مثلا ندخل ساعة أو لا يشري به جوج كيلو ديال الكوتليط ولا ساعتين يشري بها جوج كيلو ديال الكوتليت الفرنش كات هذا القطيعه الفرنسويه اللي حنا عندنا في المغرب الناس اللي تياكلوها في المغرب محسوبين بالمئات من بين دوك الملايين ديال الشعب كلهم بالمئات وكاين فيهم اللي قزار وما تياكلهاش لان هذيك هي اللي غاليه فتبيعها قادر يشري العوله ديال 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 المشروبات الغازيه هذه مثلا الصودا يشريها ديال العوله ديال شهر ساعه ساعه الخدمه يشري الشامبوان ديالو ديال 3 شهور بساعة هاد المكانة يشري الصابون ديالو ديال 6 شهور بساعة هاد المكانة قادر يشري الى جاو عندو ضياف وهذا قادر يشري الباكية الفاميليال ديال اللحم هادي بساعتين ديال الخدمة ويغديهم كاملين يعني هنا القدرة الشرائية ديال المراهق تتجاوز القدرة الشرائية ديال جوج ناس مجوجين موظفين بجوج موظفين وظيفة صغيرة سواء في التعليم سواء في الإدارات الى اخره باش نفهموا هاد المقاربة ديال الأثمنة ونفهموا الواقع ديال باش نقارنوا نعرفوا علاش لأن باش نزيد نأكد ملي تيحطوا الأثمنة ديال المواد الغذائية مثلا والمواد ديال الاستهلاك الأساسي في أمريكا تيكونوا حاطين في بالهم الفقير خصو يقدر حتى هو يشريها ألوغ كو في المغرب تيحطوا العكس تيفكروا في ذاك الغني اللي نتجها خصو يدير الماكسيموم ديال الفلوس إذا نستمروا في بعض الأثمنة أخرى ديال مواد أساسية أخرى في هذا الفيديو في هذا التقرير اللي غنقدموه دابا ونتذكروا من بعد شنو كاين 5 دولار فاصلة 49 كوكا سواء عندك هذا سواء سبرايت سواء عندك كاع الأنواع هنا الشامبوانات 14 دولار جوج قراعي كبارة 12 دولار أونص قرعة فاميليال فينكم المغاربة مساكنة دركوات شامبونات ها اللي بغيتو تشريوه تيحلبوكم ها دونتي فريسة
شوف الباكية هاي فيها خمسة ديال 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 الكونغات سبعة 79 ها كريست هاي فيها أربعة باكيات كل واحدة فيهم الحجم العائلي فاميلي راه $7.99 ها الصابونة 20 صابونة $8.49 ها أولي كاع 16 صابونة 13.49 ها كيرزا 14 البياسة $10.49 كاين كنمشي كاين المغربي كاين المغرب بلاد الليمون غير تيصدروه غير البراني ها هو $4 4 يطرو ديال العصير ديال الجوز ديال الليمونة $4.5 ها هو سيمبلي اورانج هذا كاع هو 5.79 شحال من قرع 4 ديال القراعي ام 12 البيك رول فوطات ليدينا $16 الروزة بسمتهم الهند $17 خنشة فيها 20 باوند 10 كيلو 10 كيلو ديال الروز 10 كيلو ديال الروزة غويا $16 10 كيلو ديال الروز $10.5 تقريبا 100 درهم هاك ها خنشة ديال الروزة فيها 50 باوند 25 كيلو $18 قل من 4000 ريال يا كارولاينا ها هو الروز الطويل 25 باوند اكثر من 10 كيلو قول 12 قول تقريبا 12 كيلو ونص $11.49 $11.5 هي قل من 100 درهم غير بشويه فينك المغربي الضعيف فينك حلبوكم هو تقريبا 3 الكالونات ديال يعني غنقولوا تقريبا 12 لتر ديال الزيت هاهي $20 قل من 200 درهم الصرف ديال الدولار دابا كيلو 2.75 ديال الكالون تقريبا 12 لتر واحد الزيت العادي هذا ديال الطبخ بيدو زاد ديال الزيت البلدية هاهي $22 قول تقريبا 4400 هاهي فيها 3 لتر هاهي ديال الطاليان اكسترا فيرجن مزيود فيها حتى حاجة $13 بومبيو جيطرو ديال الزيت انت $18 اكسترا فيرجن اوليف اويل ديال الزيت هاو فيها 3 يطرو هاهي $18.5 قل من 200 درهم بيدوزات ديال العصير ديال الحامض $7 جوج بيدوزات كل وحدة فيها تقريبا جيطرو زيادة الكريبا ديال الكرامبوري ها هو ديال هذاك اللي بحال النبقة والتشيري ها هو $6.29 ها العصير ديال المانجو ها $7.99 قول $8 جوج بيدوزات نعم بابا نعم ها ولدي ها عفوا اذا خلاصة دابا حنا هذا القول ديالنا هو انه يتضح بالباين انه في المغرب هناك سياسة جويع انك تخلي المواطنين ديالك تيخمو غير باش خاصنا باش نشري هذا وما نقدرش نشري هذه وغاليه هذه وغاليه هذه وغاليه هذه علاش باش ما يقدروش ينتجوا حتى على شي مستوى اخر ما يقدروش ينتجوا في كريان ما يقدروش يربيو جيل قادر ينتج فكريا وقادر يحقق ويحدث النجاح اللي يستحق ويحدث ايضا يحدث مجتمع يليق به يعني تخليهم غارقين غير في الغلاء لان الغلاء هو التجويع والنظام الملكي ديالنا هذا بالوراثه يؤمن منذ البدايه ديال اول واحد من دوك السلاله ديال التافيلات ولا ما عرف ديالاش من السلاله هذيك اللي جاو وبداو يحكمونا باسم العلويين هادو تبعوا سياسه تجوع المواطن باش تتحكم فيه اللي تيسميوها احنا عندنا في الدارجه في المغرب جوع كلبك يتبعك وحنا ما
ما نطبقوهاش، لان المغاربه ماشي كلاب. المغاربه هذا النظام المخزني هذا وهذا التعليم ديالو الجاهل وهذا الضلال الجاهل وهذا التجويع هما اللي خلى المغاربه يوصلوا لهذه الحاله ويتقبلوا امور بحال هكا. اذا اتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون اعطى واحد المقاربه ديال حول القدره الشرائيه، ان القدره الشرائيه هي ديال تقريبا 80% من المواطنين المغاربه هي في حاله عجز تام، وان المغرب يتجه نحو التجويع والمزيد من التجويع. واتمنى ان يكون هذا الفيديو كان مفيد، والى اللقاء في مداخله اخرى على قناه براك ليبريشن. تحيه من خوكم كمال والرفيق ديالكم كمال، واتمنى لكم وطنا حرا يليق بطموحاتكم. مع السلامه.